استاذ ده احمد ياسين منصور. طبعا ياسين ب منصور الراجل المحترم، وخلي بالك يعني حضن خاص مع الكابتن محمود الخطيب. تقدير تقدير كبير جدا يعني، تقريبا في منصور الكابتن محمود الخطيب كان يفاخر كان بيفاخر في حلقه الكابتن شوبير طبعا ياسين طبعا منصور رئيس طبعا شركه الكوره، طبعا يعني كان يفاخر بيقول لك يقبل التحدي ولا يقبل سوى النجاح. لا بس قال لك احنا عايزين نقول له استلم في يناير، هو مش راضي وشغال. بص ياسين منصور لما يقول طن بديل شركه الكوره هيكون انقلاب في الوطن طبعا العربي طبعا مش في مصر، طبعا طبعا وانا اتحدى ذلك. طبعا لا، وكمان كان داعم قوي جدا للنادي وفي الاهلي الخفاء وفي الخفاء بدون اي اطماع وبدون اي حاجه يا استاذ. لو تفتكر لو نرجع طبعاً بالزمن طبعا انا فاكر كتير يعني، جدا كان تملي يعني سبورت طيب النادي الاهلي انا الان يا يعني جماعه على طول.